صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا نافعا إلا وعلمنا إياه، ومما علمنا إياه رسول الله طرق استجلاب الرحمة والبعد عن نار جهنم. ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربع. رواه أبو داود والترمذي. وكذلك روي فيما أخرجه الطبراني استمرت ذكر الصام ما بيزيد. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.